خلينا نيجي لقضية فعرفهم وهم هم منكرون، فعرفهم وهم هم منكرون لما دخلوا عليه عرفهم هم ايش؟ ما هم مش عارفين. طب شوفهم نعم عرفهم وهم هم منكرون. هو كان صغير ويبدو أصغر اثنين في الأخوة 12، هو أخوه يعني هو بيجي أكبر من أخوه اللي بيسموه بنيامين إذا صح التاريخ اللي بيكون عنده، كان أصغر واحد بنيامين وهو كان أكبر من بنيامين. إذا هو صغير لنفرض أنه 11-12 عمره، تمام؟ لما بيكبر إذا غبت عنه طول هذه المدة إيه ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفون؟ كيف بتعرفون؟ ترى الشارع بعدين شيء أما هيك يعني لو ما في الشارع بتعرفون؟ إن هو إنهم يعرفون في مجال من أسباب ثالث. أولاً لاحظوا أولاً هو كبر في السن بعد ما كان فملامحه بتتغير خصوصا بعد البلوغ. اثنين هو في مقام واللباس والتفاصيل هاي كلها حتى لو ابنك على فكرة وشكيلة اشي فاخر بعد ما كان بدأ ويماشي في ال ها بجوز تقعد فترة مش لباس والموقع اللي هو فيه غير متوقع فاشي طبيعي هم ما يعرفوهوش. هذه مفروغة منها من بدهية. نيجي إلو الآن ليش بيعرفه؟ لا أولا هم طالما أكبر منه 10 معناته في جزء منهم مش متغير ملامحه لأنه كبير من أصله، كان كبير شيء كان كبير. ثم اجتماع 10 مع بعض بذكر البعض، اجتماع 10 مع بعض شوي مرة بخلي أي واحد يعرف لأنه مجتمعين. يعني زي ما حزام واحد على فكرة مثلا راح على أمريكا 20 سنة، تمام؟ أنت ممكن تشوفه في الشارع ما تعرفوش، بس إذا ماشي مع أخوه تعرفهم. إذا ماشي مع أخوه هم 10. بعدين في لباسهم البدوي إياه اللي هو بيعرفه، في لباسهم البدوي إياه والعشرة داخلين اصلا هم اخر عهد فيهم اللي هو في البيت والعشرة بتطلعوا عليه. هذه اخر فلاش، مش اخر فلاش واللي بيحفر في اللي بيحفر في الذاكرة انت ملاحظين يعني مش هم نزلوا في البيت ويا اخوتي والعشرة بتطلعوا عليه. اذا منظرهم محفوظ. شو ممكن يكون تغيروا؟ الكبير كثير ما تغيرش كثير، خصوصا من اليوم يعني 10 سنين ما تفرقش من واحد ابن 30 يصير 40 يعني ابن 40 يصير 50 شو بدها تفرق يعني 25 يصير 35 تبعته لو افترضنا 10 مثلا ممكن اكثر ممكن اكثر طبعا اكثر الان. فإذا هو إنه يعرفهم أصلا من المستقبل ما يعرفهم. دكتور معلش هم أصلا يعني سيدنا يوسف عليه السلام يعني كان مكان في عقبة كان مش وزير يعني وبالتالي مش حياة واحد تدخل عليه بعدين يعني مش يعني كونه مش باب فاتح يعني الناس طالعة ونازلة وبالتالي بيدخل على الوزير بيكون في حد بيكون والله في جا وفد فلان جاي عليه وفد فلان جاي عليه بيدخل عليه فبالتالي هو كلمه رفض جاي من منطقه من اي منطقه من كذا بيسمع من منطقه فهو عارف انه مثلا اهله غير هذا جاي من فلسطين من منطقه الظاهريه ساكن فيها في خمس منطقه الظاهريه طيب يصير وهكذا مشي شو المقصود لما قالوا في يسرق فخذ